انت ما بتفهم ولا؟ عم يقول لك انقلع من هون يعني بتنقلع من هون. نزل ايدك احسن ما اقطع لك اياها. ما بيقطع لي اياها الا اللي خلاني. نزل ايدك احسن ما احمل لك. شمال عندك عندك. نسيت انه جابر ابن حمي؟ نحن اهل وراك عم يطلع على هون. يا عيب شوم، ليش انت بتعرف العيب؟ شو ابو دياب؟ قل لي مين فينا اللي لازم يحلق شواربه؟ انا ما رح اخليك تحلق شواربك، بس بدي اياك مثل ابو قاعود الله يعافيه. شلون يعني؟ يعني تتروى وما تتسرع وتفكر منيح. العقيد ابو ادهم حط علينا وحده لما سلمنا فتحي، مشان هيك قلنا لك بعت له حرمته وانت مرضيت. قلت هذا المختار ابو فتحي عم بيقول هذا الكلام مشان ابنه، واخذت رجالك ورحت لحاره عياش من جونك بدون ما تجيب لي سيره. صار هالشي ولا ما صار؟ صحيح صار، بس كان دمنا فاير وطايش حجرنا. وقلت لي مستكرين رجال مشان يحموه، وطلع كلامك مو صحيح. صار هالشي ولا ما صار؟ بلا صار. ايه سيدي، قدريت مين هدول الرجال وشو جايين يساووا بحارة عياش وشو قالن ابو وضاح وابو ادهان؟ قدريت. يعني لو ما رجعتوا ضليتوا هاجمين على حارة عياش، ما كانوا اكلوكم بلا ملح؟ فشروا. لا سيدي ما فشروا، كتر خيره ابو وضاح اللي ما هان عليه فينا وما خلاهم يتدخلوا بيناتنا. أنا مخطي شي يا جماعة. بدك إيه لعب؟ شايفك يا مختار مستصغر رجال حارتك وبضاياتك، هذا بدل ما توقف معنا وتساندنا؟ أنا ذاتا كلها قصة مالي مقتنع فيها من أصلا. هلا معقول أبو أدهم يضمر الشر لأبو قاعود؟ أبو أدهم ما عنده هيك شي بنوب، وأنا بحلف عنه. ذاتا اللي عمل الشغلة بده يرمي الفتنة بين الحارتين، وبكرة رب العالمين إلا ما يظهر الحق. وبتقول ابو فتحي قال ابو ادهم يا جماعه ناويلنا الشر من شان ورثه حرمته، نحن منعرفه منيح، انتو ما بتعرفوه. ابو ادهم اكبر بكتير من هيك. بس كلامك كان غير هيك يا مختار لما صارت المشكله. شو عدا ما بدا؟ يا اهل الحاره، يا بضايات الحاره، يلي عنده سيف او خنجر او طبنجه يطلعون يروح على مكتب قاعود. يا اهل الحاره، يلا عنده سيف او طبنجه يطلعون يروح على مكتب قاعود. الله يخزيك يا ابليس اللعين، خلينا بطريقنا نعدي نجيب اخونا الكوري. يلا سيدي يلا، عجل قبل ما هالجهالي يعملوا لنا مصيبه. يلا تفضل تفضل. اسمعوني يا شان، اليوم ما رح نطلع من حاله عياش لحتى نجيب راس عقيدنا ابو ادهم لهون. عيونك بعد يا جابر. هذا مو صوت اخوك جابر؟ ايه والله يمكن. ولا شو عم تخطط انت واخواتك من ورانا؟ بس هلا كنا عم نحكي. الله وكيلك مختار، ما عندي خبر بشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا وشرفوا. ولا بطيات، يلا عنده سكين، يلا عنده سيف. حتى نجيب راس عقيدنا ابو ادهم لهون. عفاف اختي، عفاف. يعني طلع صاحب البستان غير الرجال اللي اجى على الميدان واتهم ابو ادهم؟ اي نعم. يا مختار لازم نكون واعيين اكثر من هيك، في طرف تاني بده يشعل النار بين الحارتين، بس مين هو وشو مصلحته ما حد عارف. سامي يا ابو دياب، معناتها صبركم ابو ادهم بريء. مين ابو ادهم؟ يا سيدي انا بحلف عنه انه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. شو ابو دياب؟ اسمعوا يا جماعه، أنا كل هالحكي هاد مو خارط بمشطي بنوب. شو عرفنا ما يكون أبو أدهم نفسه هو اللي مدبر القصة هاي كلها من أساسها؟ يشرف ابن العياش ويجبنا الرجال يلي إجا على الميدان واتهمه حتى نسمع من تم براته. هذا أول شيء. وتاني شيء، أخي العقيد أبو قاعود لساته غايب عن الوعي، يعني ما في مجال للحكي بالصلحة بنوب هيك لحتى يصحى. ساعتها هو صاحب الأمر والشور، بس لا سمح الله لا سمح الله إذا بيصر له شيء أخي وما بيجيب الرجال لحتى يشهد
ويثبت براءته. علي الحلال، علي الحلال، لا أحرق حارة عياش من أولها لآخرة. شو الحكي عم تحكي يا ابني؟ هذا الرجال زلمة سرسري، بجوز يكون فراري مطارد. بعدين منين بدي اجيب لك يا مختار؟ بمعيت الله ومعيتكم هدينا هالشباب اللي برا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا ابو دياب نحن جاهزين. لوين عمي؟ بدنا نهجم على حارة عياش. اتفضل ارتاح عمي. عود عود عمي عود. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا عدنا. ومين قالكم تهجموا على حارة عياش؟ انا قلت شنو هلا كنت بحارة عياش وهجموا علي ابو ادهم وجماعته وتكاتروا علي وشلحوا لي الشبريه. شو؟ فو عليك شبنا اخي شبنا. عمال لك تكاتروا علي. سمعتوا؟ سمعتوا يا جماعه؟ تكاتروا علي الاندال، انا برجيهم. طولوا بالكم يا جماعه. تركني تركني مختار، انا ما اعرف شغلي معهم. عود ابو دياب، قلت لك عود. ماشي الحال. وشو اخذك لحاره عياش؟ هيك تحدي. ومين كان معك؟ كان معي واحد من ابضايات الحارة. وشو يلي صار؟ احكي له. شو يعني ابو ادهم ما هان عليه رجال حارته يضربوا جابر؟ والله يا عمي ابو فتحي هذا اللي صار، وجابر كان اخده غدر للعقي. سمعت يا ابو دياب؟ شو رايك بهالحكي؟ قوم عمي قوم روح. الله ييسر لك. الله يعطيك العافية. يلا السلام عليكم. السلام. انا ما بنكر انه ابو ادهم شهم، بس نحن ما راح نحط ايدنا بايده ونرجعله حرمته لحتى يجيب هذاك الزلمه تبع البستان ويسمعنا القصه كلياتها. من طقطق للسلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني هذا اخر كلام عندك يا ابني؟ اي نعم شيخي. الله يهديك ويفتح بصيرتك على الحقيقه. يلا اسمحوا لنا يا جماعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب هالزيتون، طيب تعدوا جري. طيب ايش الرطو؟ بدك تدويهم بالاول يا اختي. ايه هات لدوك. ايش رفيق؟ يا امي ما بيصلوني. يلا وانت كمان. يا امو برضاي عليك، فوت تسطح بفرشتك ليفتح الجرح مره ثانيه لك امي. لك يا امو لا تخافي لا تخافي، مالك شايفه ضحكتهم ما احلاها. تقبروني يا امو. يا امو ابن عمك ليش ما عم بيجي لعنا؟ كأنه وشه تقيل من ناحيتنا، في شي بينك وبينه؟ لا يا ما في شي، سوى زعل مني من شغلة صغيرة ما لقيني، وأنا بس شوفه بقلب وخاطر. شو هالشغلة تقبرني؟ شغلة يا مو؟ شغلة ما لقيني قلنا لك، يعني شغلة رجال ما بيفهموا فيها الحريم. الله يهديك يا ابني، أبو أدهم بيتزعل. هذا اللي صار. وأنتوا يا جماعة، لازم تنبهوا على كل أهل الحارة، ما حدا يقرب صوب حارة الكوم، لا من بعيد ولا من قريب. وهن كمان ما راح يقربوا ناحيتنا ابدا. اي نعم، هيك صار الاتفاق. والحاله شيخنا لايمتى؟ الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. ما فهمت شلون يعني؟ يعني حتى يلقى زلمه البستان المزيف ويعترف بالحقيقه ويبريك. لا شيخي لا، هيك زودوها كثير. انا ما بدي حدا يبريني، وعند اللزوم ماني سائل عن كل اهل حاره الكوم. طول بالك وروق يا ابو ادهم. ابو اضاح هلا مستعد روح اتحداهم بحارتهم. بس انا عامل قيمه وكرامه لابو قعود ولسلت الرحمه اللي بيني وبينه. طول بالك عقيد. وحد الله يا عقيد. وابو قعود شو وضعه؟ والله يا عم يقولوا حالته صعبه كثير ولهلا ما له صحيان منيح. الله يستر. يعني اذا صار له شيء لا سمح الله قبل ما يلقط زلمه البستان معناتها رح ترجع المشاكل من اول وجديد. الله لا يضره وان شاء الله بينحل عسيره. ايه وهذا الازع وين بدنا نلاقيه؟ الا ما يوقع ونلقطه مسير الحي تلاقى. يعني لازم ندور عليه بين السكرجية بين الحرمية بين السرسرية. يعني بدنا ندور على إبرة بكومة قش. بقولوا انه ابو قعود يصير فيه هيك.
شو تأمرني؟ ما جوزي أخي. تأمرني يا أخي. تهمي له لجوزي إنه هو اللي زدتك على ظهر الحصان. هاتي لشوف، أنا بسقي العصير. قومي كملي الغسيلات يلا. قومي يلا. لا، قلت لك انسي حارة عياش كلياتها، حتى بناتك لا بقى تجيبي لي سيرتهم. دبرني اشرب لك شوية شوربة. قولي على عمتي يا اخي ابو كعب. قولي على عمتي. ما بدي حدا يعرف غيركم انه بقعود مات. انا جيرو لفارس. شرفت عمي. السلام عليك معلم، كثير السلام. الله يسلمك ويسلمك. بيقول لك الزلمه اللي باعه الغنم تبع سيف عياش هو موجود عنده بالدكان وحابسه بالمستودع مشان تيجي تشوفه، مش كان ما بدك تيجي تشوفه حتى يتركه يروح بحال سبيله. وين يتركه؟ امشي معي. شرف. تركتنا يا أخي، وين رحت؟ أنا اللي بعرفه إنه أبو أدهم كان يحبه لأبو قعود كتير، وكان يحبنا إلنا كمان، بس لو فكر يؤذيه والله ما بعرف. لا أخي، لا، جوزي أبو أدهم ما بفكر بحياته يؤذي واحد فيكم. تعرف شو كان يقلي؟ كان يقلي إنه الله ما طعمني إخوان، بس بعدي اسمه عطاياكم، بحبكم مثل اخواته واكثر. هو قصده نحن اختي؟ ايه اخي انتو. يبعت لي حما شو كان ينبسط ويفرح من جوات قلبه وقت يجي واحد من كل عنده، يحتار شو بده يقدم له شو بده يعمل له. نسيت اخي؟ والله حرام، هو من هالناحيه ما قصرت، الواحد لازم يحكي الحق. بس بتعرفي اخر شيء زعل منا مشان ورده، مو هيك يا عفاف؟ لا اخي مو صحيح، كان دائما يقول لي نحن عنا يا عفاف والله كافينا، وانا بدي منك برضاي عليكي سامحي اخواتك بحقك من الوردة. ايه اختي، بس هو كان يحكي هيك من زعله لانه ما كانت عجبته الاسم. هلا هيك اخواتك فسروا كلامه؟ مش هاد الحكي مو صحيح؟ لا والله العظيم مو صحيح. جواد انت لساتك بتحبه لأبو أدهم؟ بحبه أختي بحبه، بس والله مو طالع بيدي شيء. بيهون عليك أخي إخواتك وأهل الحارة يروحوا يجمعوا على حارة عياش، تعرف شو رح يصير بالآخر؟
والله ما بعرف اختي، ما بعرف، تركيني بحالي الله يخليك. اخي رح يتقتلك وامت خلايا، ويمكن ينقتل جوزي ابو ادهم او واحد من اخواتك لا سمح الله، او واحد من رجال الحارة. ساعتها بنقول يا ريت اللي جرى ما كان. يعني شو بدك يانا نساوي اختي؟ بدي اياكم تدفنوا اخوكم كرام الميت، دفنوا اخي وخلينا نصبر الا ما الله يسهل الحال. وانا بعرفه لجوزي ابو ادهم ما رح يهنالوا عيش لحتى يثبت لكم براءته. بس يا اختي اخواتك راكبين راسه وانا ما بيطلع بيدي شيء. طيب اخي كرمال خاطر سوق حالك لعند سلام. ايه شو عم تحكي انت وياه؟ شو بدك من اخوك يقول له لهالواطي هذا جوزك؟ شو احكي؟ اخ يا خايني لك، من شاء الله من شاء الله تبحوني وريحوني، من شاء الله تبحوني وريحوني. راح نتبحك ولك راح نتبحك، بس بعد ما نشرب من دم هذا الواطي جوزك. وانت ولا عم تطورين معها ما هيك؟ ولك اخوك لساته مكوم على السرير، مكوم لسه دماتهم ما بردوا وانت عم تتآمروا عليه. لك اخ اخ لك هذا ابو قعود، علي الحلال علي الحلال، لو بتبح هات عياش من أولها لآخرها واحد واحد ما بش فيها ليه. طاع من وجه له طاع. أخ أخ يا حريمي، وانتي علي الحلال لخليك تتمني الموت باليوم القصير ألف مرة.